بسم الله الرحمن الرحيم، وما النصر إلا من عند الله. كلمتي لشركائي لعزوتي ومصدر فخري أعضاء حملتي اللي ادوني أصواتهم ومن خلالهم لشعبنا العظيم. في لحظة احتاج نحسم قرارنا. سمعت وحسيت بكل آراء اللي بتقولي انسحب. مقدر ومحترم كل الدوافع الخيرة والنبيلة لديهم. وزي ما تعودنا قررنا بناخده مع بعض، نسمع بعض باحترام وبنتفق على اتجاهنا، وكل واحد فينا بيخدمه على قدر طاقته. احنا بدأنا مشوار شريف لوجه الله والوطن، هدفنا منه نصل بالثورة للسلطة، هدفنا منه نبني قوة حقيقية لتيار ديمقراطي بيطلب العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني. هدفنا منه نقول ان الشعب المصري عنده قدرة على انه يفرز ويختار وتبقى امامه بدائل متعددة، ونجحنا في ان نطرح بديل حاز ثقة احنا معتزين بيها. النهاردة رغم احترامي لكل اللي بيدعوا الانسحاب، بعرض عليهم بمحبة والامل في ان احنا نتفاهم بعض ونتفق ان الانسحاب لا يليق بنا. دخلنا تحدي واحنا قده وهنكمله. لا يليق بنا ان نخزل كل صوت شريف وراء قصة بطولة حقيقية وقلب سليم ونية طيبة راع عشان يعمل لنا توكيل رغم التضييق، او ادلب صوته لنا رغم كل الانحياز اللي شفناه من الدولة والاعلام ورأس المال. اثبتنا جدارتنا بان نقدم بديل، وان البديل ده كله ملايين اعطونا خلال اليومين اللي فاتوا حسب تقديراتنا اصواتهم ما خذلوناش وما يصحش نخذلهم وما يليقش نتخلى عنهم قبل ما نكمل المشوار. احنا بنحفر طريق صعب في الصخر، بنشق مجرى للديمقراطيه تليق بينا، عارفين من الاول ان احنا نتعرض لكل ما تعرضناه وموافقين ندفع ثمنه ببساله، وانتم اثبتتم انكم في منتهى البساله والاخلاص والعطاء. انتصرنا بمعنوياتنا المؤمنه على الفقر المادي، انتصرنا بروحنا على تجهيزات هائله صنعتها اطراف تريد ان تعود لدوله الفساد والاستبداد. ولولا دخولكم هذه الانتخابات، لان القرار ده كان قراركم ولا زال استمرارنا فيه قراركم، ما كناش كشفنا الاوهام اللي حاولت تفرض نفسها على العقل والوجدان المصري. الانسحاب خذلان لا يليق بنا لمن اعطونا اصواتهم بشرف وكبرياء وتحدي. الانسحاب بيصادر على حقنا في دخول معارك قادمه لابد ان ندخلها لاكمال هذا المجرى الديمقراطي، ولان احنا ننتزع كل يوم حته ديمقراطيه زي ما قلنا في البرلمان وفي المحليات عشان نبني دوله ناجحه تليق بينا. واحنا عارفين ظروف بلدنا، وعارفين ان في طرف متربص في افكار تكفيريه وارهابيه، ولا نرتضي لانفسنا ان يكون قرارنا بيقدم ارضيه تخدم مزيد من الفوضى اللي هما بيسعوا اليها، لان الوطن ده نضعه في اعتبارنا في كل قرار ناخذه، لان معركتنا عشان وعشان ناسه قبل ما يكون عشان حزب او تيار او جماعه او مجموعه شركاء. لينا الفخر ان ايدينا مع بعض وهتبقى لحد ما نكمل هذا المشوار. رصدنا انتهاكات، منع مندوبين من الدخول، الاعتداء على بعضهم، تحرشات بيهم، القبض عليهم، تقديمهم للنيابات منها عسكريه، كل هؤلاء سطروا ببطولتهم طاقه تحدي احنا فخورين بيها وعارفين ان هي اللي بتفحر هذا المجرى وهتكمله باذن الله. رصدنا اتجاهات لتسويد جماعي، قدمنا كل ما عثرنا عليه الى في بلاغات للجهات الرسميه، وحتى الان لم تتم استجابه. عشان كده اللائق بينا هو ما قررناه، ان احنا هنسحب كل مندوبينا من كافه اللجان في اليوم الاضافي المقحم المفروض اللي قلت بوضوح واعلنت حملتنا ان احنا ضد استمراره، وبيلقي بشكوك عميقه في ديمقراطيه هذه الانتخابات وفي نزاهتها. احنا مش هننسحب، وفي نفس الوقت مش هنقبل التزوير،
ولا فرض شيء على إرادة المصريين ولا الاختراقات التي تمت ورصدناها وسنستمر في رصدها. وبنحمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأجهزة الأمن في هذا البلد مسؤولية ما جرى في اليومين اللي فاتوا وما يمكن أن يجري، ونحذر منه بوضوح في اليوم الإضافي اللقيط اللي فرض علينا رغم إرادة كل الذين يريدون انتخابات ديمقراطية في هذا البلد. وعلى أساس ما رأيناه وما سنراه غدا هتتحدد مصداقية هذه الانتخابات وهنعلن موقفنا منها. هنكمل لأن لا يليق بنا الانسحاب، هنكمل لأن احنا بنثق في اللي اعطونا أصواتهم، هنكمل لأن احنا واثقين بأن ما نلاقيه من عنة اليوم بيحفر الطريق لمستقبل يليق بينا والنصر لنا بإذن الله.